السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ حفظ الله أن يغفر لكم ذنوبكم. يا رب وإياكم. شيخ، أنا اشتريت آلة من المعابس عندما كنت جاهلا، فعندما علمت بتحريمها بعتها، وفي وقتها لم أكن أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني خلاص أنت بعت واشتريت، أنت بعت واشتريت، لا انتهى الأمر وأنت جاهل، كل ذلك وأنت جاهل. لا إثم عليك، الله يسلمك، فدمت جاهلا معذور بالجهل، وأكثر من الصدقات. شكرا.